عدنا مشاهدينا الاعزاء على الهواء، وكان حديثنا انا ومحمود ماضي والدكتور نمير عن زمان ودلوقتي في الثانويه العامه. لما بقول لهم انا كنت جايبه كام، فالدكتور نمير بيقول ده من اوائل الثانويه العامه بالنسبه للان. دكتور محمد نورتني، ربنا يخليكي، اهلا ربنا وسهلا يخليكي، وخطوه عزيزه، ربنا يخليكي، اهلا ربنا بيك يخليكي. دكتور. خلينا نتكلم عن 3 قرارات اقرها النهارده مع الوزير دكتور رضا شوقي بالنسبه للثانويه رضا العامه. حجازي. رضا حجازي، اسف رضا اسف. حجازي. هو اولا النظام اللي هيعمله الدكتور رضا انه عايز يخلي الاعداديه من ابتداء من العام القادم تكون نظام بوكلت زي الثانويه العامه، نظام في غايه الروعه. انا اشرحوا بشكر اشرحوا للناس، عشان الناس النهارده ابتدت. وانا كان نفسي يا دكتور تقرا في الصفحة 4 اول امس في الاهرام، كان فيها عمود حد بيقول انا كنت في المانيا، انا عشت في المانيا سنوات طويله، ومع ذلك اتغيرت السياسات التعليميه اكثر من مره، ولما اولياء الامور تدخلت الجهه المنوط بها هذه المساله قالت لهم شكرا لا نريد تدخلكم. مش عايزين تدخل في نظام التعليم. الثبات في نظام التعليم بالظبط كويس، بالظبط. الثبات كويس. واحنا برضو ما احناش خبراء. الثبات اللي احنا نعرفه ده ممتاز جدا، بحيث ان انا مش كل شويه اغير نظام حاجه يجي الطالب يحتار زي ما بيحصل دلوقتي. فالمفروض يبقى فيه الطالب من اول السنه مثلا عارف انا همتحن ازاي، همتحن في ايه، المنهج اللي هيجي لي في ايه، نظام الامتحان شويه نظام جديد او فكره جديده بتلخبط الطالب. فده اللي حصل في المانيا، اللي كان ده كان مستشار اصلا في التعليم. تقريبا حاجه كده بيقول يا انا جماعه، شفت انا ال... قريت العمود والحقيقه بيقولهم لا تتدخلوا. يعني انت شايف الماميز والجروبات ويعني يعني انا طبعا مش مع ان المدرس يغني، بس دي وسائل وسيطه بيحاول. هو بيحاول ليه؟ الطالب للاسف برضو الايام دي شاغل نفسه باكتر من حاجه. الطالب لو مركز بس ان هو طالب، كانت فرقت معاه كتير. الطالب عايز المعلومه في كبسوله زي ما بيقولوا. لا احنا ما كناش كده يا دكتور امل. تيكاوي. خلصني خلصني انا عايز يعني منهج تيكاوي. ما فيش الكلام ده خلصني دكتور امل. ايام حضرتك ما كانش فيه الكلام ده، خالص ايامي ما كانش فيه الكلام ده. خالص كان خالص طالب، يعني طالب، خالص. الطالب انا يا دكتور بيشتت. جايبه في التاريخ 50 من 50 ما شاء الله عليك، ما شاء الله. كنت ادبي زي يا فأدبي. دكتور الادبي. انا كنت ادبي برضه، انا كنت ادبي. فانا بستغرب جدا، بس يمكن احنا ما خلقنا يعني الولاد، احنا ما خلقوا لزمن غير زماننا، طبعا طبعا فيجب ان طبعا نتماشى معهم طبعا برضه. طبعا. هو سيدنا علي عليه السلام بيقول لا تطلبوا من اولادكم، من اولادكم ان يكونوا امثالكم، فانهم خلقوا لزمان غير زمانكم. يعني هو ما تطلبش من بالظبط. بنتك ولا ابن حضرتك انه يبقى زيك، استحاله. طيب رجعني للنظام الجديد اللي سيادة الوزير قال عليه 3 قرارات النهارده. طيب اولا انا ابدا بنظام الاعداديه، واشكر الوزير على الفكره، لان هو الفكره كلها ان هو عايز يلغي مجرد التدخل البشري الكتير في ورقه الامتحان. الورقه الامتحانيه دي المفروض ده سر، ده سر قومي، ده بالفعل ما ينفعش ان انا احط امتحان والاقيه متسرب وفي وده الاخر ما حصل، اعرفش مين اللي سربه. وده حصل على فكرة في الإعدادية دكتور. لما يكون دكتورة امل اللي حاطه الامتحان، انا هحاسب دكتور امل بالظبط انه اتسرب. بالظبط. محمد حط الامتحان هحاسب، لكن عارفه لما يقولوا تفرق دمه رموا بين بين القبائل، القبائل. مش عارفين مين امسك مين واحاسب مين. الورقه عليها سيريال نمبر، السيريال نمبر بيتمسح سكان، بيتعرف ان دي ورقه دكتوره امل من السير، حاجه في غايه الجوده. هو النهارده وكل انا فعلا محافظه، كل محافظه ليها ليها سيريال. كود او باركود معين. الباركود ده بتاع محافظه البحيره، اسكندريه، مطروح، وهكذا. طب ده هيحل المشكله دكتور بتاع التسجيل؟ هيحد من المشكله، مش هقول لحضرتك انه هيحلها. هي محاولات من الوزاره فعلا، محاولات جديه ان هي تحد من اولا الارق اللي عند اولياء الامور، الارق اللي عند الطلبه، الخوف من الوزاره ومن وكيل الوزاره ومدير الاداره ان كل ده يتسرب. بتبقى كارثه لما انا بعرف ان داخل امتحان والامتحان اتسرب امبارح او الصبح النهارده، بتبقى مشكله. محبطه كمان. بس هقول محبطه. لحضرتك حاجه، الطالب الشاطر يعني فاكر ايام فتره من فترات اما كانت الامتحانات الثانويه العامه بتتسرب، كان عندي حد يخصني يعني، فكنت اقول له الامتحانات نزلت على كذا، يقول لي ماليش دعوه، بالفعل انا ماليش دعوه ما ينزل، بالفعل انا مذاكر
وهدخل اكتب الاجابات اللي انا ذكرتها. الله ينور عليك، ما ده اللي انا عايز اتكلم مع حضرتك عليه النهارده. مشكله الثانويه العامه المشكله عند هي برضو تفرق الاول اولياء الامور. تفرق دمه بين القبائل. اولا أول ثقافه اولياء الامور. ثقافه اولياء الامور. والله يا دكتور امل، انا يمكن قريب شويه من الطالبات بتوعي باباهم يعني، فبيحكوا لي على حاجات اقسم بالله العظيم، نماذج لو حكيت لحضرتك عشرات النماذج. انا بابايا باللفظ ها، بابايا قال لي انت هتضيعي املي املي وتعبي في الحياه لو ما دخلتيش كليه كذا. اقسم بالله البنت انهارت، انا بقيتش عارف ارد عليها يعني. هل ما تكلمهاش يا دكتور، انت تكلم ولي الامر، لان دي ثقافه عقيمه اللي يعني معلش. احنا عايزين ولادنا احسن طبعا مننا. طبعا طبعا، بس انا ما افرضش عليه كلنا، ده جلد يا دكتور. طبعًا. جلد طبعًا. للابناء، هو طبعا بحسن نيه، كل اب وكل ام طبعًا. عايز ابنه وبنته احسن حد في الدنيا كلها. بس للاسف انت بتعمل يعني حاجه عكسيه، عكس ما انت عايز. انت عايز ان انت بتحمسه، لا انت مش انت بتحبطه، انت بتذبحه. فالمفروض ان ولي الامر عارف ان ابنه اجتهد، عارف ان ابنه عمل اللي عليه، يجي في وقت من الاوقات يقول له يا حبيبي انت ربنا كاتب اللي انت هتكون فيه من قبل ما تتولد. انا راضي والله، راضي والله يا دكتور. انا قلت لبنتي كده، يمكن هي سامعاني دلوقتي وانا والله قلت لهم بالثلاثه كده يعني اصل وربنا اكرمهم. اصل خلي بالك يا دكتور، في حاجات غير التلقين. انا لو قعدت احفظ ابني بس، هو هيطلع ريكوردر. مش هيعرف يتعامل مع الاخرين حتى في الجامعه. أيوة، وشفنا اوائل ثانويه العامه دخلوا طب وما نفعوش، ما طلعوش الاوائل. وده بقى ميزه النظام الجديد اللي حضرتك بتتكلمي فيه. ان هو بيحارب الحفظ والتلقين. حضرتك تلقينيني المعلومه، انا حفظتها استرجعتها في الامتحان، خرجت بره باب اللجنه نسيتها. لو ساعدتيني عليها اقول لك والله بقى هو احنا كان عندنا كده اتمسحت. لا ده مش نظام تعليم. اللي كنت بكلم مع الاستاذ محمود ماضي دلوقتي بنتكلم، هو العلم للمعرفه للنوليدج ولا العلم للامتحان؟ لا للمعرفه. الاصل في الموضوع في المعرفه. التعليم قيمه بعيدا عن ان انا اخذت شهاده ولا لا. للاسف للطالب بقى، الطالب عايز يعرف هيجي له ايه. مش الطالب يا دكتور، ارجوك وجه الرساله لثقافه اولياء الامور. حضرتك شوف جروبات الماميز، وتشوف حضرتك العيال اللي في كي جي بياخدوا دروس. وعارفه اقول لحضرتك على حاجه، ولي الامر احنا بنبقى قاعدين والله في المدرسه مستنيين الطلبه تيجي تحضر المدرسه، اقسم بالله، وكل المدرسين معاهم الجدول بتاعهم وقاعدين مستنيين الطالب يجي. ولي الامر يبعته يتعلم بره المؤسسه التعليميه المحترمه اللي الوزاره عاملاها واللي بتجيبني وتديني مرتب انا وزمايلي، اقسم بالله مستنيين طالب يجي يحضر. بيقولوا العكس يا دكتور، بيقولوا المدرسين مش بيروحوا. لا يا دكتور، لا لا. انا بوجه من دلوقتي، انا بشتغل في مدرسه اسمها ابو بكر الصديق الثانويه للبنات. وزير التربيه والتعليم حافظ البحيره يجي زياره مفاجاه للمدرسه، اقسم بالله انا مش بتكلم عشان دي مدرسه. طب انت يا دكتور ليه يعني حضرتك خبير تربوي تمام وما توقفتش عن كونك معلم فقط، ليه حضرتك ليه ما يبقاش في يعني زي ما اقول ايه تحفيز للمدرسه، تعالوا وانا هعمل كذا وهنشوف مع بعض كذا، ما يجوش برضو؟ بيحصل يا فندم والله. والله بيحصل. وطالباتي اكيد سامعيني دلوقتي وانا بتكلم. ولو حد منهم لو كان في متاح اتصالات ولا حاجه كان اتكلم وقال لك المدرسين بيقولوا ايه، بس احنا مشغولين طول النهار بدروس خصوصيه، مش هصحى من الصبح. دكتور ده ثانويه عامه بس ولا كل المراحل؟ لا هو دلوقتي عشان انا في مدرسه ثانوي، انا عندي ثانويه عامه، لكن عندي حضور اولى وثانيه ثانوي، بيبقى لغايه اخر يوم في الدراسه الحضور موجود. طيب. لغايه اخر يوم. ايه الروشتة اللي حضرتك تقولها لطلاب الثانويه العامه قبل ما تقولها لهم؟ تقول للام والاب. يعني انا بصراحه بشوف، انا كنت دكتور طالبه وكنت ام، حكايه ان انا ودي ابني امتحان الثانويه العامه واجيبه دي يعني انا بحس انها اهانه. هو خلاص ده هو رجل خطوات قليله ويدخل الجامعه. خارج اللجنه يا دكتور احنا بيبقى عندنا انتدابات بره يعني. احنا بالبحيره بنيجي اسكندريه، رحنا اماكن كتير. انا بشوف بره اللجنه اولياء الامور ماليين المكان من بره في انتظار الطالب اللي بقى طويل والانسه اللي بقت كبيره، نوع من انواع خلى الطالب عنده اعتماديه في كل حاجه. اعتماديه، يا ماما اصل انا مش قادره اذاكر، وتنهار البنت ومامتها تقعد تطبطب عليها، مامتها هي السبب.
مامتها هي اللي عملت كده، مامتها وباباها. اه طبعا طبعا طبعا، الام اكتر، مع احترامي للامهات طبعا، لان والله انا كنت ام ما كنتش بودي الثانويه العامه يعني. الطبطبه كتير يا دكتور غلط، الطبطبه الولد والبنت لو اتعود على ان عنده مسؤوليه يعتمد، اصل ده المسمى بتاعه ان هو طالب علم بس، زي ما حضرتك عندك وظيفه شغله حياتك بيها، هو وظيفته انه يكون طالب يجيب ايه في الاخر مش مهم، ولي الامر بقى رساله الولي وادى اللي عليه. عمل اللي عليه، وعلى فكره مفيش طالب ما اجتهدش، انا بشوف الاولاد والبنات اقسم بالله العظيم تعب وتعب السنه دي واللي قبليها واللي قبليها كل السنوات. السنه دي هيمتحنوا ازاي دكتور؟ تابلت؟ لا 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 لا، تابلت اولى ثانيه ثانوي، هيمتحنوا بوكلت الثانويه العامه، بوكلت عباره عن امتحان ورقي كلهم. البوكلت بقى. وعندنا بكره الاعداديه، بكره الاعداديه هنا في اسكندريه عادي. احنا في البحيره اخر يوم كان عندنا النهارده. اسكندريه عشان دي كل محافظه بتحدد مواعيدها طبقا لظروفها، لظروفها البيئيه. طبعا امتحان الثانويه العامه، امتحان طبعا الطلبه عارفينه ان هو امتحان بوكلت، ده بقى له فتره طويله، وبيجي معاه كتيب كده اسمه المفاهيم، كتيب فيه جميع المواد بالنسبه للقسم العلمي او القسم الادبي، ده طبعا له مفاهيم ودول مفاهيم. المفاهيم بيستعين بيها الطالب زي امتحان الاوبن بوك بالظبط، المفهوم معاه. انا بوزعه عليه، انا بكون مراقب لجنه. عندي كذا ملاحظين، كذا لجنه، اربعه او خمسه، في كل لجنه فيها اثنين. انا بوزع عليهم ورقه الاسئله والبوكلت بتاع الاجابه والبابل شيت اللي بيتصحح، اللي بيصحح. ده الكتروني طبعا، ما تدخلش فيه عنصر بشري. حتى الوزير اتكلم اليومين ثلاث ايام ضمن القرارات، عشان كمان الغش، هو الوزير النهارده فيها الغش. قرارات كتيره جدا عن الغش. بيقول لك يحرم سنتين. يعني مش يعني دققوا يا جماعه وقولوا لاولادكم ما تقولوش اسال اللي جنبك وخد الورقه دي معاك يعني ارجوكم سنتين هيحرم من الامتحان. طب بالفعل ده القانون، ده القانون، انا لو عملت له محضر غش في اللجنه يتحرم سنتين، القانون بيقول لي كده. والله وانت بتعمل له، وانت بتعمل لاهله. والله فدي كارثه يعني. والله دفعوا دروس ودفعوا اعصابهم بصراحه، والاهالي يا دكتور يعني اعصابهم مضغوطه اكتر من الطالب بكتير. ليه يا دكتور؟ ليه؟ لان يعني اللي ضحوا بيه طول السنه، انا اعرف ان في اولياء امور ممكن يحرم نفسه من اكل وشرب ولبس عشان يدي لابنه درس ويصرف عليه ويجيب له طقم كويس يلبسه قدام زمايله، يعني بصراحه. دكتور انا كانت عندي فاطمه، فاطمه السنه اللي فاتت الاولى على الثانويه العامه، بسم الله ما شاء الله، من اسره بسيطه جدا جدا، ما خدتش ولا درس، ما خدتش درس. مدرسه عربي، لا هي اي جي ولا هي ناشونال ولا دايما يا دكتور اوائل الثانويه العامه، حضرتك راجع السنوات اللي فاتت كده 10 سنين تقريبا، مش هتلاقي حد غير من مدارس الحكومه، مدارس الحكوميه ثانويه عامه والراهبات الحقيقه، ممكن راهبات كتير، بس لو جبنا النسبه 99% من مدارس الحكوميه، يعني معنى الكلام المعاناه تخلق رجال. بالظبط، ما شاء الله عليكي. معاناه تخلق. انا عايز اعرف يا دكتور، يعني انا ساعات كتير جدا اقول يمكن انا مش في هذا الموقف، بس لو انا، لو ابنك في الثانويه العامه وانت شايف ان هو ماشي كويس اديله درس ليه؟ بسال بقى حضرتك. والله يا دكتور اقول لحضرتك الحق، خوفا مثلا او عدم احساسي بان انا مش عايزه اقصر، هو ولي الامر بيحسبها بطريقه، انا كولي امر يعني، ما انا كان عندي اولادي في الثانويه العامه، بحس ان انا عايز اعمل كل اللي عليا، وعايز ابني ما يقولش بابا قصر معايا في حاجه، وعايز ابني ما يقولش ان فلان زميلي احسن مني في حاجه. لو وجهت ابني وقلت له روح المدرسه احضر، هتلاقي المدرس اللي بيديك درس بره موجود في المدرسه وعنده منهج وعنده خطه. عارف اول حاجه يقولوها لنايم؟ انا بروح الفصل الاقيني وحدي، فنقول لهم طب روحوا كانكم بتاخدوا درس. والله يا دكتور عندي زمايلي في المدرسه اقسم بالله بيقعد كده، عارفه الدرس البرايفت اللي الغالي بفلوس كتير قوي ده، بيقعد مع طالبتين او ثلاثه، اقسم بالله العظيم انا بتكلم عن مدرستي، والمدرس اقسم بالله العظيم قاعد معاهم بصي بكل اريحيه وكل رضا، مبسوط ان هو اصل دي شغلته، دي وظيفته، بس هاتي لي الطالب عندي المدرسه وانا مفيش مدرسه هتاثر مع طالب. دكتور نمير وحضرتك ليك خبرات في المجال التعليمي، هل الوسائط الجديده، انا مش عايزه اقول طبعا كلام المهرجانات والكلام ده، طبعا، لكن في وسائط جديده من زمان مثلا كانت في الاكاديميه بالتعليميه على سيديهيه صوت وانيميشن، صوت وانيميشن، هل الوسائط التعليميه الجديده انت معها ولا ضد؟
انا مع التكنولوجيا الجديده قلبا وقالبا، بس تحتيه 20 خط، نحترم السوق العام بدون بتاعنا اسفاف. صح، بدون اسفاف. ما ينفعش اشوف زميلي معلم قدوه بيرقص للطلبه عشان يقول لك اصل انا بحفظهم. لا يا باشا، ما تحفظش حد حاجه. انا بقى بشعر بالاستياء، اقسم بالله العظيم. انت مش مدرس، لا انت حاجه تانية مش هقولها دلوقتي، فاهمه؟ انت، احنا كنا طلبه يا دكتور، حضرتك كنت طالبه، كان بيجي لنا المدرس المحترم ويدينا المعلومه المحترمه ويظل راسخا ويظل في اذهاننا. الله ينور عليك. دكتور، لو سالت حضرتك سؤال، مش فاكره نشيده خدتيه في ابتدائي؟ طبعا فاكره. امل وعمر يا دكتور؟ ما انا حضرتك المنهج بتاعك زي بتاعي، احنا نفس طبعا يا دكتور، مش كده؟ طبعا طبعا. ليه، ايه اللي خلى حضرتك حافظه دلوقتي؟ وعادل وسعاد. فاكره يا دكتور؟ فاكره ليه اخو المجند اسمه محمد قام في الصباح؟ فاكره يا دكتور؟ ليه حضرتك فاكره لغايه دلوقتي؟ المدرس بتاعي الله يبارك لك، ادي حضرتك رديتي. استاذ سعاد رحمه الله عليه في ابتدائي يعني. شفتي بقى؟ حضرتك رديتي. كان عندنا استاذنا ربنا يديله الصحه ويبارك في عمره، اسمه شعبان امين عربيه، صديق الفيسبوك لغايه دلوقتي. كان بيدرس لي وانا في سنه ثالثه ابتدائي. وتلاقيك انت بتقدره قوي يا دكتور. صديقي لغايه دلوقتي، لغايه دلوقتي كان بيدرس لي انا في الماده. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم. عندي مدرس اسمه الاستاذ حسن عشره، ما طبعا احترامي لكل الموجودين، كل الموجودين عشان لو نسيت حد يعني كلهم على دماغي من فوق. المدرس كان بيدخل تخرجي من الفصل انت حفظتي كل حاجه بكل لا هو ادب لابس واحترام ايه وهو بيعمل ايه. ومش يعني واحنا صغيرين كانت المدرسه ليها رونق تاني. مش كده، قولي بقى على الروشتة قبل ما نختم. الروشتة لاولياء الامور، للمراقبين برضو، في مراقبين عندهم غلاظ القلوب قوي طبعًا دكتور، وفاكرين ان هو مفتش مباحث طبعًا يعني، ده كان على الطالب طبعًا طبعًا. والتعميم لا يجوز. وكمان الطالب اول ما يدخل فصله او لجنته يعمل ايه؟ طيب احنا دلوقتي قدامنا بالظبط الامتحان هيبدا يوم 12 ال 12 6 طبعا. المواد هياخدوا حبايبي العيد كله. طب في فاصل بقى اجازه، المواد غير المضافه للمجموعه اللي هيبدا بيها الاول. اول ماده هيبدا بيها اللغه العربيه ان شاء الله يوم 18 6. ايوه طبعا، مواد غير مضافه مع احترامي طبعا ليها، دي مواد ممتازه ومحترمه احنا لازم نهتم بيها. بس انا هنصحهم حاجه بقى، انا عندي الجدول بتاع الامتحانات، انا ابدا في الاسبوعين او الثلاثه اللي باقيين دول اذاكر من تحت لفوق، من الاخر، من الاخر للاول، وما ذاكرش المادتين المتشابهتين. يعني حضرتك ما يدخلوش على بعض، ما شاء الله عليك فرنش، ما ذاكرش لغه فرنسيه، هيدخلوا على بعض. اللغه امل، الدكتوره امل كده اللغه الفرنسيه كان يا دكتور ده انا لا لا لسه موجود، لا ده انا مجرب. انا مجرب. ما يذاكرش انجليزي وفرنسي، ما ينفعش، بيدخلوا على بعض. استحاله طبعا. ما يذاكرش تاريخ وجغرافيا لو هو ادبي، ما يذاكرش كيمياء وفيزياء لو هو علمي. فاهمه؟ ماده خفيفه مع ماده تكون دسمه شويه، فاهمه؟ دي اول حاجه. تاني حاجه، ما انا ما اقراش حاجه دلوقتي خالص نهائي، وقت القرايه انتهى، وقت المذاكره انتهى. اعمل ايه في الاسبوعين دول؟ ملخصات. احل امتحان ولا ملخصات ولا حاجه. احل امتحانات. انا هجاوب الامتحان، هنفترض ان هو 20 سؤال مثلا. انا عارف منهم 17 15 وانا بحل، انا خلاص جاوبت ال 15، انا متاكد منهم ان الاجابه 100%، ما عدا اثنين او ثلاثه شاكك فيهم شويه، هرجع للجزء اللي انا شاكك فيه اذاكره. بس هيبقى ثلاث اربع صفحات، مش هذاكر بقى الكتاب كله. عشان تدخل الدنيا على عشان ما اضيعش وقت. الحاجه المهمه قوي قوي، انا جوه لجنه الامتحان العيال بتنهار يا دكتور. صح. انا بشوفهم. اول حاجه الملاحظين والمراقبين بالراحه شويه، يتقوا الله، يتقوا الله في اولاد الناس، يتقوا فيهم الله. انا بشوف بعض غلاظ القلب. صح. عدد صغير. صح. عدد صغير. ده ترهيب، ده 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 مش طالب، دي اسره. صح، دي اسره، اوعى تحطم اسره. الله ينور عليك يا دكتور. اقسم بالله، اقسم بالله. ابتسم. صح. في وش الطالب، ما تعملش نفسك ان انت ارهابي جوه اللجنه. لا، حرام عليك، حرام عليك. اجبر بخاطره. صح. عشان ربنا يجبر بخاطرك. الولد ده ابنك وابني وابن حضرتك وابن اي ابننا كلنا. الولد ده ما تعرفش الناس اهله تعبوا فيه قد ايه، ما تعرفش الولد ده مهما كان مقصر تعب قد ايه، راعي تعبه ده.
اتقي ربنا في الانسان ده عشان ربنا يتقي في حاجه، مش معناه اوعى تسمح لا بغش، لا 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 اوعى تسمح بغش، اللجنه تبقى بس فيها يسر. يعني لو في يجيب له استاذ الماده يسال أيوة بتاع دكتور. يعني ايوه دكتور، الولد لو بيسال عن حاجه من حقه بيستفسر عن حاجه، ما تقولوش بص في ورقتك زي ما انا بشوف، لا يا دكتور، لا ده بني ادم ده في موقف عصيب، هو في موقف عصيب حصلت هون عليه، هون عليه الولد. لما انصحه بقى عشان وقت البرنامج بتاع حضرتك، الطالب يا دكتور عشان انا لاحظتها ولسه قايلها لبناتي لسه في المدرسه من اسبوع، احنا مخلصين امتحانات النقل اولى وثانيه ثانوي يوم الاربعاء اللي فات، البنات بيعملوا حاجه او الصبيان طبعا، انا بس انا لفظ البنات على طول عشان في مدرسه البنات يعني. البنت بتختار طبعا النظام البوكلت الجديد او كان امتحانهم طبعا على التابلت، اربع اختيارات الاجابه. يا جماعه يا اولاد بص الرأس السؤال الاول، العيال بتعمل ازاي قبل ما يكمل اجابه قرايه السؤال، بيبص على الاجابات. خبي الاجابه بايدك واقرا السؤال الاول، نظرتك للاجابه الاول قبل السؤال هتلخبطك، دي حاجه. الحاجه الثانيه، ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا ذاكرتين، واحده مستديمه واحده مؤقته، عارفه الديسك توب بتاع الكمبيوتر والهارد، ربنا سبحانه الله يخزن المعلومه على الهارد، اول معلومه تيجي في ذهنك يا دكتور امل وحضرتك انا عارف ان عندك امتحان قريب، اكتبها. النصيحه دي ليك يا دكتور، اوعى تغش يا دكتور امل. لا مش هتغش يا دكتور، ما تغش والله، خلاص. انا بس كان نفسي لقائنا يطول اكتر من كده لان الناس بسمعانا، لكن احنا بعد لحظات هيجي لنا رئيس نادي الجياد الجديد في انتخابات رائعه عاد لموقعه مرة ثانية، الأستاذ سيد سمرة، فانتظروه بعد ختام هذه الحلقة مع الدكتور نمير. نورتني يا دكتور، إن شاء الله قبل الثانوية العامة برضه تكون عندنا تقول لهم بقى روشتة قبل الامتحان. أنا مجهز لهم نشاط نصايح جميلة خالص، بس وقت البرنامج لا إن شاء الله تبقى إن شاء الله لقاء قبل الثانوية العامة مباشرة. كده وصلنا للختام، ودائما وأبدا ما بنؤكد على أنه يا باقي استر لنا الباقي يا رب، فاصبر لها لعلها ولعلها ولعل رب العباد يحلها. تحياتي، كانت معكم أمل صبحي.